مساء الأحد، 14 من عام 1998، دق جرس التليفون بمجمع الشعراوي بدقدوس، يحمل للقائمين على العمل به قرارا أجمعت عليه أسرة الشيخ في صباح اليوم التالي، الاثنين 15 من يونيو. وبناء على هذه المكالمة بدأ الحفر في قطعة أرض فراغ ملحقة بالمجمع. وفي يوم الثلاثاء 16 من يونيو 98، التف أبناء الشيخ وأحفاده حول فراشي يحاولون إقناعه بتناول أي طعام، فتناول الشيخ لقيمات زهيدة من يد ندى أصغر حفيدة. وفي المساء أخذ الشيخ حمامه واستسلمت للنعاس أجفان. وحينما دوى أذان الفجر في السماء كان الشيخ يتأهب لتلبية أصدق نداء، ودارت عقارب الساعة. وفي 6:30 من صباح الأربعاء 17 من يونيو 1998، استيقظ أهل بيت الشيخ على غير موعد وتوجهوا إلى غرفتي ليجدوه مستيقظا للسماء شاخصا بشوش الوجه متهللا يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وباطمئنان يحمد ربه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بعد أن أخلص الشيخ دعاه ودعوته وأدى على خير وجه رسالته، استرد المولى عز وجل أمانته وصعدت روح الشيخ محمد متولي الشعراوي إلى بارية. مرحبا جد الحسين مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا، يا رسول سلام عليك، يا رسول سلام عليك، صلاة الله عليك، صلاة الله عليك. والموضوع الذي هيأني الله له أو وفقني فيه هو أشرف موضوع في الحياة، لأن حظ الحياة الدنيا موقوت والنعيم فيها موقوت، ولا يدري إنسان في أي لحظة من لحظات عمره يلقاه. خيرة الله من الخلق يا بي بعد جدي وأنا ابن الخيرات. أغلق الحق على أسراره وعليها في جلاء الأحوال. والدي شمس وأترى أرهقت من آلامنا، أترى أرهقت من آلامنا وطغى الإرهاق حتى ضيع. قل لنا بالله يا قنديلنا كيف يحيى في الدجال. عبد الله دولا من وعلي
نحو القبلتين. جد الحسين مرحبا. رجل لم يرد أن ينسب إليه فضل في التفسير أو فضل في العطاء، تجد متواضع يتحدث إلى الناس بأدب ويعلمهم الأدب ويرسخ في أنفسهم الأدب ويعلمهم كيفية التعلق بالله عز وجل، وأن هذه دنيا فانية عابرة. ولهذا بارك الله سبحانه وتعالى له في علمه وأدبه وحياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل نفحات الرضوان عليه، إنه سميع مجيب. فائدة من الله، ولكننا نقبلها لأننا نعرف منها حب الناس لما قلنا. لا بس هذا حب الناس لما قلنا. وإذا كنا قد كرمنا بما في مقدور الناس، فهذا يدلنا على أن الناس كرمونا بما عرفناهم به عن الله. فإذا يصدق الله فيما يكرمنا فيه، فنحن نكرم على قدر البشر، ولكننا نطلب أن نكرم على قدر الله. قمرون وأنا الكوكب ابن النيرين، فضة قد صيغت من ذهب، وأنا الفضة ابن الذهب. أنا بعهده إن هكون مكان اللي هو فتحه مجمع الشعراوي الإسلامي ده، الخدمة فيه تكون زي ما هو عاوز، إن دائما يا رب يكون الباب بيته مفتوح لكل أحبائه ولكل مريديه ولكل من صار على نهجه ولكل من قال لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لهذا كتب الله القبول لكل كلمة أقولها، ولولا ذلك لما أقبلت الآذان على سماعي. ها هم كما صنت. نفعه لا ينقطع عن الحياة. كثير من الناس يرحلون عن الحياة ولا يبقى لهم أثر، وكثير من الناس يبقون ويعمرون في الحياة وليس لهم أثر، وقليل من الناس يذهبون وتظل الحياة ذاكرة لهم ولآثارهم، وهو من هؤلاء. راجل عاش لله ونظر حياته لله، والعطاء بتاعه والخير بلا حدود، معونات بالملايين، كل اللي كان يجيله. عاش منكسرا لله، لن يمسه غرور يوم من الأيام. فأنا رأيي علشان نقيم مولانا يعني كعالم أو ده، لازم نعمل مؤتمر من علماء مصر، بل علماء الدول العربية والإسلامية، كل واحد في تخصصه، ده في الاقتصاد، ده في الفلسفة، ده في الاجتماع، ده في علم النفس، ده في الطب، المهم يشتت التخصص. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هو ده نهج السلام. مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويته مما نحب اجعله